بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي طلبة المرحلة الثالثة. هذا الفيديو التوضيحي للمحاضرة الثانية في مادة الإلكترونيكا الجزء الثالث. احنا شرحنا الجزء الأول بالجزء الأول وبالجزء الثاني، واللي الطالب اللي ما صارت عنده الفكرة واضحة بالنسبة للود لاين أناليسز هذه أمثلة توضيحية زيادة على الموضوع. قبل البدء بالشرح لازم تحضرون محاضرتكم حتى تثبتون بعض الملاحظات. الإكزامبل اللي أمامنا هو example 2-4 اللي راح نوضحها. example 2-4 يقول repeat example 2-1 أنجبت الدائرة نفسها using ideal diode. هنا الفكرة شنو؟ إنه خلالي ideal diode. إحنا قلنا قبل load line analysis يتأثر بثلاث عوامل. العامل الأول هو قيمة الفولتيوم المصدر، العامل الثاني قيمة المقاومة اللي موجودة بالدائرة لأن هي load بعد، والعامل الثالث هو خط خصائص الدايود. خط خصائص الدايود يختلف بالنسبة للجرمانيوم، للسيليكون، وللأيديال دايود أو للدايود الثاني اللي هو ينطيني الخصائص مالته. هسه بهذا السؤال شن طاني؟ انطاني أيديال دايود، إذن راح يتأثر خط الحمل، راح يتأثر خط الحمل. الكيو بوينت هذه النقطة، شوف الايديال دايود راح يكون الرسم مالته هذا الخط الازرق اللي راح اطوق عليه على محور التيار. ليش على محور التيار؟ لان فولتية الدايود بالحالة المثالية هاي الايديال دايود في دايود بالحالة المثالية يساوي صفر. في دايود بالحالة المثالية يساوي صفر. فاحنا نجي نكمل شرح السؤال. المطلوب عندي كان بالإكزامبل 2-1 مطلوب من عندي ال في دي كيو هو ال في الاي دي كيو، ومطلوب من عندي ال في ار. انا حتى اوجد ان قلنا الخطوات شنو، اوجد الاي دي عندما الفولتية صفر، هي فولتية الدايود صفر، وأوجد الفي دايود عندما في دايود على فولتية الدايود عندما التيار يساوي صفر. هنا الاي دايود شو راح يكون عندي؟ الاي دايود اي على ار، ما يحتاج نعيده، 10 ملي أمبير لأن موجود بالسؤال الأول. وهنا الـ V هو 10 فولت لأن هو نفسه فولتية المصدر. من وجدنا هذا سقطناها على الرسم، راح تطلع عندي هذه القيم حتى أرسم بالمخطط هذه القيم. هذه العشرة وهذه العشرة رسمناها، رسمنا خط الحمل مثل ما واضح بشكل أمامكم. نجي الدور نوجد الـ VR، راح نقول VR ان طريقتين، اما VR حسب قانون كيرشوف اللي هي الاي مال مصدر ناقص في دايود في حالة السكون وتساوي لعشرة ناقصا هي في دايود قلنا في حالة السكون، هذا وياها تبهلها على الرسم، هذا وياها صفر، راح تكون صفر ويساوي لي 10 فولت. 2 قلنا في ار يساوي لي اي دي كيو في ار وتساوي الاي دي كيو هنا نجد 10 ملي امبير في 1 ويساوي لي ايضا 10 فولت. هذه الـ VR بالحالة الأولى والـ VR بالحالة الثانية، أي طريقة تتبعها ما عندنا مشكلة، هو الناتج صحيح. هذا ما يخص. طبعا أكو طلاب تسأل على الـ I diode. هنا عندي بالدائرة أنا هذه، شوف انتبه يمي، بالدائرة الرئيسية هاي IR وهذا الـ I diode، الـ I diode هذا
احنا عندنا حسب قانون التوالي الاي ار يساوي لي الاي دايود. بعد ماكو مشكلة، انا هنا كتبتها اي دايود كيو، فهي ماكو مشكلة عندك، هي نفسها اي ار، يعني حتى تكتب اي ار فما عندنا مشكلة، يعني اطلع هذه سلو على هذه الملاحظة فما عندنا مشكلة. هذا كل ما يخص المثال الايديال دايود. ننتقل الى الجزء الثاني المحاضرة. هذا عندنا جدول اللي امامكم يوضح لي الموديل مال الدايودات، يعني الدايودات اللي موجودة عندنا بشكل عام هي سيليكون دايود وجرمانيوم دايود. هذا كنهاية للمحاضرة، وهذا الايديال موديل. احنا عندنا عدة ملاحظات بالنسبة للسيليكون دايود. احنا نعرف فولتيتاج قد في دايود سيليكون هي 0.7، هاي بشكل عام 0.7 وصل. خط المخطط مالته راح يكون يرسم بهذا الشكل. خاف يجيك بالسؤال انه السيليكون دايود وما منطق مخطط مال خصائص الدايود، ترسمه بهالشكل هذا وترسم خط الحمل من 0.7 مباشرة يوصل. والجرمان دايود جرمانيوم دايود في دايود جرمانيوم جي اي هي تساوي 0.3، فترسم هذا الرسم، يعني قلنا ترسم هذا الرسم مباشرة. وبالسيليكون دايود ترسم هذا الرسم 0.7، وهنا ترسمه من 0.3. نجي للايديال دايود، خذنا مثال عليه الايديال دايود، مباشرة تكون فولتيته على الصفر. هاي الموديلات مال الدايود عندنا، او انا انطيكم رسم مال خصائص الدايود بالسؤال، يعني اما اقول لكم سيليكون او جرمانيوم او ايديال دايود او انطيكم رسم. اذا ما انطيتكم رسم معناها واحدة من ذني الحالات، واحدة من ذني الموديلات، فمباشرة انت ترسم الرسم من عندك، مرة على 0.7 اذا سيليكون، ومرة على 0.3 الى جرمانيوم، ومرة على الصفر اذا كان ايديال دايود. احنا اخذنا بالمحاضرة الاولى اخذنا شلون دايود انحيازه امامي وانحيازه، راح نشرحها بالمحاضرة الثالثة ايضا اكثر، اللي هي انحياز الدايود عندما تكون القطبية موجب سالب. هاشوف هذه الحالة، عندما تكون القطبية موجب سالب راح يكون انحياز الدايود انحياز امامي، راح يوصل يصير 0.7 فولت. وعندما القطبية سالب موجب راح يكون انحياز عكسي، مثل ما هذا موضوع معك، راح يكون اوبن سيركت. وكذلك بالنسبة لباقي انواع الدايود اللي عندنا هنا، انه بالدائرة الدايود من انحيازه امامي اذا ايديال، شوف اذا ايديال ارسمه بهالشكل هذا، اذا انحيازه امامي، إذا انحياز أمامي رسمه بهالشكل هذا اللي واضح قدامكم، هذا الشكل شوفه، يعني رسمه شورت سيركت. لكن إذا سيليكون أو جرمانيوم يرسم بهالشكل هذا، يرسم كأنما مصدر، أو من أجي أحل الدائرة أنقص 0.7 إذا سيليكون و 0.3 إذا جرمانيوم، تنتبه لهذه الحالة. يعني شلون راح يصير الدايود بالدائرة من ترسمه؟ إذا انحياز عكسي يعني سالب بهذا الاتجاه، والموجب هاي قطبية، يعني جته قطبية مال مصدر كانت هنا تنطيني مو سالب، وهنا موجب، راح يكون انحيازه عكسي. هذا كل ما يخص الدايود. في دايود الايديال يساوي صفر. هذه الجزء الثالث من المحاضرة الثانية، وهذا رسم نهاية المحاضرة ينطيني موديلات الدايودات. اذا اجل السؤال واحد من عندهن راح تعرف شلون ترسمه اذا ما منطقاني الرسم. لهنا انتهت المحاضرة الثانية نهائيا، وان شاء الله الفيديو الجاي هو المحاضرة الثالثة. في امان الله.